السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في مدونة حصر الأدوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله هناخد الجزء الثاني من برنامج الوورد إكس بي، هو إزاي نخصص أشرطة الأدوات بما يتلائم معانا أو يناسبنا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، أشرطة الأدوات تحتوي العديد من أزرار الأوامر مثلا شريط الأدوات القياسي، نضغط على السهم المنسدل بجانب شريط الأدوات تظهر إضافة أو إزالة الأزرار وإظهار الأزرار على صف واحد عكس الأول إظهار الأزرار على صفين. إضافة أو إزالة الأزرار نختار قياسي، نجد أن الأزرار المضافة إلى شريط الأدوات نجد عليها بجانبها علامة تجزئة صح، وده يدل على أن هذا الأمر مختار بالفعل. مثلا الأمر قص، لو احنا ضغطنا عليه بالشكل ده هنجد أن الأمر يختفي من شريط الأدوات، أنه يختفي من شريط الأدوات، وهكذا باقي الأوامر. ولعرضه مرة أخرى بنضغط عليه صح لإظهار علامة صح مرة أخرى. وهكذا شريط الأدوات التنسيقي، السهم المنسدل بجانب الشريط، إظهار الأزرار على صف واحد أو إضافة وإزالة الأزرار، تنسيق هكذا، أو تخصيص ويظهر مربع الحوار هذا ويشمل ثلاثة علامات تبويب، خيارات وأوامر وأشرطة أدوات. نبدأ بالخيارات، وهو عرض شريط الأدوات والقياس وتنسيق في الصفين زي ما شرحنا في الجزء الأول. إظهار القوائم الكاملة دوما، وهي تعني أنه بمجرد الضغط على أشرطة القوائم نجد أن تظهر الأوامر الأكثر استخداما، ونجد السهمين منسدلين من أسفل. إذا اخترنا أن تفتح القائمة كاملة فبتكون بالاختيار تخصيص بالاختيار إظهار القوائم الكاملة دوما. لو اخترنا احنا الاختيار ده دلوقتي هنشوف ايه اللي هيحصل، بنقفل ونشوف ايه اللي هيحصل. مجرد ما نضغط على القائمة بتظهر كاملة دائما، ده معنى إظهار القوائم الكاملة دوما. ممكن كمان أجيب تخصيص أشرطة الأدوات في أي مكان. هنا شريطين الأدوات دول بضغط كليك يمين تظهر القائمة بأشرطة الأدوات قياسي وتنسيق، وباقي أشرطة الأدوات الغير مختارة زي رسم وزي صورة وهكذا. وفي آخر هذا الشريط نجد تخصيص الأمر تخصيص، نضغط عليه فيظهر مربع الحوار تخصيص شريط الأدوات، أو من عرض وأشرطة الأدوات نجد السهم ونضغط على تخصيص. طبعا تعرفنا على الأمرين اللي فوق، رموز كبيرة، وهذا يعني أن هذه الرموز تظهر بشكل كبير. ممكن نجرب ونشوف زي ما حضراتكم شايفين، رموز هذه الأدوات تظهر بشكل كبير. طبعا يعني هذا غير مناسب،
سرد أسماء الخطوط في خطوطها، وهي تعني بخطوط البرنامج. يعني لو احنا شلنا الاختيار وأغلقنا هنا نوع الخط، هنجد أن الخطوط تظهر الأسماء فقط، أسماء فقط. لو احنا رجعنا عملنا تخصيص مرة أخرى وقلنا سرد أسماء الخطوط في خطوطها، نشوف إن الوضع بيختلف، وإن الخطوط بتظهر بشكل الخط، شكل الخط يعني الخط بيكون اسم وشكل الخط بيظهر معه. إظهار تلميحات الشاشة على أشرطة الأدوات. زي ما حضراتكم شايفين، لما بنمر بالمؤشر على الأوامر بنجد أن تظهر تلميح للشاشة باسم هذا الأمر. طبعا لو احنا أخفينا هذا أو أزلنا هذا الاختيار، بيحصل إنه الأمر لا يظهر تلميح له. تخصيص بنظهر هذا الأمر. هنا إظهار الاختيار ده إظهار مفاتيح الاختصار في تلميحات الشاشة. مفاتيح الاختصار اللي هي بتنفذ الأوامر من لوحة المفاتيح، فممكن إنه بتظهر هذه الأوامر ويظهر بجانب اسم الأمر اختصار تنفيذه من لوحة المفاتيح. لو هنا اخترنا هذا الاختيار، هنشوف اللي بيحصل إنه هنا الأمر ده محاذاه إلى اليمين، بيبقى محاذاه إلى اليمين، والاختصار بتاعه كنترول زائد R، وهكذا. توسيط كنترول زائد E، محاذاة إلى اليسار كنترول زائد L، تسطير كنترول زائد U، وهكذا. تظهر الأوامر وبجانبها اختصارات لوحة المفاتيح. ونكمل إن شاء الله تخصيص أشرطة الأدوات في الأجزاء المقبلة.